شكرا للعربية الحدث، قناة العربية الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هجمة من وزارة النفط على القطاع الخاص بصرف المستحقات الموجودة لنا، واللي جاي يقطعها السيد الوزير حصرا لعدم موافقته بهذه الفترة. نعم. شو مشكلتكم؟ مشكلتنا هي عدم صرف المستحقات استاذ احمد. ما جاي يصرف لنا، وما جاي نعرف السبب ليش بهالظرف هذا وفي الوقت هذا وهاي الهجمة ليش علينا في هذه الأوقات، ما جاي نعرف شنو السبب لوزير النفط. نشكر قناة العربية. اليوم هذه الوقفة وقفة احتجاج قطاع رابطة القطاع النفط الخاص في البصرة وفي جميع العراق لصرف مستحقاتنا. ما جاي يصرفون مستحقاتنا بشكل كامل، هم يقولون نريد نقطع القياسي، قطع القياسي بس وصل لي الكمية بالشكل المطلوب والشكل الكامل، ما جاي توصل لي الكمية بالشكل الكامل إلى محطة المنتوج النفطي. وزائدا إلى أنه إحنا راح نوقف محتجين إلى ما ينطونا مطالبنا.